السلام عليكم احبتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال وفي صحه جيده. وتنشكركم جميعا، شكرا شكرا لكم جزيلا على الكلمات الطيبه وتعليقاتكم الجميله. تنشكر جميع كل من التحق بيا وتيشجعني، وشكرا لكم. بغيت اليوم نقدم معكم الرز بحليب على الطريقه الشاميه، اللي هو سهل، يعني كل طبختي تتكون سهلة وبسيطة. اللي تنحتاجو فيه كاس ديال الرز، ربع كاس ماء زهر، تنحتاجو 3 معالق كبار نشا، سكر، وتنحتاجو معاه 2 لتر حليب، يسميوه كليين حليب، 2 لتر حليب اللي تحتاجوا ليها. اللي هي هاد الوصفه زوينه وطريقتها زوينه، نخليكم وتنزوقوا اخر شيء بالفستق الحلبي، حنا تنسميوه البيستاج في المغرب، اللي هو هذا تيجي مبشور على هذا الشكل، هذا غير للزينه. وكاين اللي تيحطوا بدون، كل واحد على تيزوقوا باللوز اللي كان تيزوقوا بالاكاجو، يعني خليكم معايا نوريكم الطريقه. اول شيء تنوضعوا الحليب بارد على النار، وتنضيفوا فوق منه الرز على الحليب بارد. هذه الوصفه تبغي تحرك مستمر، بعد ما وضعت الحليب والرز على النار غادي نذوب النشا، نضيف عليها شويه ماء ندوبها. بعد ما ذوبت النشا تنبقاو في تحريك الرز، ما خصناش نغفلو عليه، هو تحتاج تحريك مستمر. هو كي اللي تيسلق الرز، كل واحد على حسب طريقته، هذه الطريقه تجي احسن. ما تنسلقوش حنا الرز، تنبقاو نحركوه حتى تحريك مستمر. مع التحريك تنوضعوا النشا ديالنا وتنبقاو تنحركو. نضيفوا حاليا السكر 4 معالق، كل واحد يعني على حسب الرغبه اللي تيبغي السكر. انا غنضيف غير 4 معالق كبار مع التحريك المستمر. باش ما يتجمدش لينا النشا مع الرز، تخليوه تنبقاو تقريبا. انا حاليا مازال ما كملتو 25 دقيقة وانا تنحرك فيه. بعد ما ضفت 4 معالق سكر غنضيف الخمسة، لانه جاني السكر شوي ناقص، هو كل واحد على حسب الرغبة ديالو. بعد ما خليه تقريبا ساعة الا ربع وانا تنحرك فيه، حاليا غنضيف الماء زهر، لانه اخر مرحلة تنضيفوه باش ما تيمرمرش، ما تيطلقش المرار. وتنبقاو نحركو. دابا راه حاليا تقريبا نجهز، ما غاديش نخليه بزاف باش الماء زهر ما يطلقش المرار. صافي بعد تقريبا دقيقة صافي غادي نطفي عليه مباشرة. بعد ما طفينا عليه من النار تنحطو في الزلايف في الزبادي، غادي نضيف نزوق الفستق الحلبي، هو غير للزينه، ما غنضيفش عليهم كاملين، غنضيف غير شي 3 بس. لا كملناهم للسكب، وحاليا غادي نخليهم يبردوا شويه وغندعوهم في الثلاجه باش يتجمدوا.
باش يعني غير في الثلاجه العاديه ماشي في الفريزر. غادي نحطوهم بعد ما نطلعوا من الثلاجه نوريكم شكلها النهائي. هي شكلها النهائي ما تيبقاش تيولي متجمد بحال الشكل ديال الجيلي او وهذا الرز ديالنا بعد ما صبح جاهز بعد ما طلعت من الثلاجه بعد ما تجمد. هذا على الطريقه السوريه اهل الشام هكا تيحضروه بالطريقه اللي صوبت معكم. كان هذا هو اقتراحنا ديال اليوم اللي هو يعني بسيطه وغير مكلفه. ما تنساوش دعموني بلايك. واللي ما مشاكش معايا وكنتي اول مره تشوف قناتي ما تنساش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصل بجديد وصفاتي اللي هي تنقدم بسيطه. وتنشكركم جميعا مره اخرى تنشكركم ودمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديال الرز بحليب اللي حضرنا اليوم وشكرا على الدعم. الى اللقاء احبتي في الله.